بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم شباب؟ ان شاء الله نتكلم النهارده عن الادكتور لونجس ماسل. طبعا زي ما احنا شايفين يا شباب، احنا عندنا هنا في الميديال كومبارتمنت احنا شايفين البيكتينيس ماسل والجراسيليس ماسل ودمة اللي احنا يعتبر اخدناهم. طبعا الجراسيليس ماسل الوحيده زي ما احنا شايفين الوحيده اللي بتعدي الني جوينت وبتنزل لغايه تحت. طبعا انا عندي هنا 4 عضلات زي ما احنا شايفين: بيكتينيس، لونجس، ادكتور لونجس، بريفيس، جراسيليس. طبعا انا اختصارا بس هتلاقيني ما بنطقش الادكتور، يعني ما بنطقش كلمه ادكتور، بس انت تبقى فاهم. يعني في كمان عندنا عضلتين، لما نيجي نبص الناحيه التانية هنجد هنا في الاوبتيوريتور اكسترنس والادكتور ماجنس. فانا عندي 3 ادكتور، عندي البريفيس القصيره واللونجس الطويله والادكتور ماجنس اللي هي الضخمه. تمام كده. طيب ادكتور ماجنس، في كتب بتعتبر الجزء ده عضلة مستقلة بنسميه الادكتور مينيمس او العضلة الصغرى، بس في كتب تانية بتعتبر ان هي كل دي على بعضها عضلة واحدة تسمى الادكتور ماجنس، ودي جزء منها، يعني الحتة دي جزء منها بس مش اكتر. خلاص كده. طيب طبعا اهم معلومة نعرفها عن الادكتور ماجنس ان هي بيبقى ليها 2 انسرشن، وبتعمل هنا اوبننج او فتحة تسمى الادكتور هايتس، ودي اللي هي تعتبر نهاية الادكتور كانال او المنطقة اللي بتصل ما بين الادكتور كانال وما بين البوبليتيا الفوسا. يبقى انا كده عندي 6 عضلات موجودين عندنا. هبدأ معاك بالادكتور لونجس. طبعا مش هبدأ معاك ولا حاجة، احنا اخدنا بالفعل الجراسيليس واخدنا البيكتينيس، ودي 3 عضلة معانا. يعني يمكن اول حاجة عايزك تعرفها بخصوص الانسيرشن، طبعا كلهم بيروحوا ناحية ورا ويعملوا انسيرشن في الفيمر من ورا المنطقة. طبعا البيكتينياس ماسل دي كانت بتروح هنا تعمل انسيرشن في حاجة اسمها البيكتينيا لاين. خلاص كده. والادكتور لونجاس بتنزل تعمل حاجة اسمها انسيرشن في اللينيا اسبرا، ودول مصطلحين كنا اخدناهم مع البيكتينياس وهنعيدهم تاني. بس اللي عايزك تبقى عارفه انه البيكتينياس ماسل وبعدين الادكتور لونجس، هتحس ان الليفل بتاعها كده كانسرشن لو رسمناها الناحيه التانيه، هتحس ان الانسرشن بتاعها يقع في النص ما بين البيكتينيس والادكتور لونجس. بمعنى انك تبقى مرتب الانسرشن، اول انسرشن عندك بيبقى البيكتينيس، بعد كده الادكتور بريفيس، بعد كده الادكتور لونجس. عشان كده لما نجيب رسمه زي ديت، ودي حاجه او العظمه ممكن تشوفها في المشرحه، هتجد ان البيكتينياس ماسل هي اول جزء عندنا ماشي في البيكتينيا لاين اللي شرحناه في الفيديوهات اللي فاتت. بعد كده هتجد الانسرشن بتاع الادكتور بريفيس، بعد كده هتجد الانسرشن بتاع الادكتور لونجس. فانت تبقى مسستم نفسك ان ده الترتيب: البي بيكتينياس، بعديها البي اللي هي البريفيس، وبعدين اللونجس تحتيهم. خلاص كده. وهي اسمها لونجس طويله، فهي الانسرشن بتاعها بينزل لغايه تحت عشان هي طويله. عشان كده ممكن تلاقي في الانسرشن بيقول لك ان الادكتور لونجس ماسل بتعمل انسرشن في اللينيا اسبرا بيلو ذا انسرشن اوف ذا ادكتور بريفيس ماسل، او يقول لك احنا عندنا هنا خط يسمى اللينيا اسبرا بيبقى ماشي من فوق لتحت، الادكتور بريفيس بتمسك في الابر وان ثيرد اوف ذا لينيا اسبرا، بينما الادكتور لونجس بتمسك في الميدل وان ثيرد اوف ذا لينيا اسبرا. وبالتالي لما اجي اتكلم عن الادكتور لونجس ماسل انسرشن هقول ان هي بتمسك في الميدل وان ثيرد اوف ذا لينيا اسبرا بيلو ذا انسرشن اوف ذا ادكتور بريفيس ماسل. وبالتالي لو انا هنا عايز اتخيل الانسرشن، هنجد ان البيكتينياس ماسل بتعمل الانسرشن بتاعها في البيكتينيا لاين هنا، والادكتور بريفيس بتاخد الابر وان ثيرد اوف ذا لينيا اسبرا، والادكتور لونجس الطويله بتنزل لغايه لما توصل للميدل وان ثيرد اوف ذا لينيا اسبرا below the insertion of adductor previus. زي ما احنا شايفين ادي الانسرشن بتاع الادكتور لونجس ماسل، وهتلاقيه حاطه باللون المنقط عشان يقول لك ان هو ماسك في الفيمر من ورا، وتلاقيه بيقول لك في البوستير اسبكت، تحديدا في الميدل وان ثيرد اوف ذا شافت، في الثلث الاوسط من الشافت، تحديدا في اللينيا اسبرا. ممكن تقول ميدل وان ثيرد اوف ذا شافت، او ممكن تقول الميدل وان ثيرد اوف ذا لينيا اسبرا اللي هو موجود ورا. تمام كده. طيب بالنسبه للاوريجن، هتجد ان هو في البادي اوف ذا بيوبيك بون بيلو ذا بيوبيك تيوبيركل، راوند التندون بيلو ذا بيوبيك تيوبيركل، ونكمل كلام الفيديو.